فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا. أريد أسأل الشيخ عن صحة حديثين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحديث الأول. الحديث الأول رسول الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم امرأة مسلم ولو بشفة كلمة أتى يوم القيامة مكتوب على يدينها من رحمة الله. نعم. وسؤال الأخ أبو عيسى يسأل عن صحة حديثين، أولا من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة أو بشق كلمة بعث يوم القيامة وقد كتب على جبينه آيس من رحمة الله، أو فيما معنى ما ذكر الأخ الكريم. هذا الحديث الذي يسأل عنه الأخ رواه ابن ماجه في سننه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة وقد كتب على بين عينيه آيس من رحمة الله، لأن هذا الحديث في إسناده مقال من حيث الثبوت، لكن من حيث المعنى، المعنى بالتأكيد أن من أعان على قتل مسلم بأي نوع من الإعانة ولو بشطر كلمة فعليه من الوزر بقدر ما حصل من الإعانة، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أعان على القتل بالكلام أو كان ذلك بالإشارة أو فله من الإثم بقدر ما حصل منه من الإعانة، لكن من حيث هذه العقوبة المعينة الحديث في إسناده مقال وانفرد به ابن ماجه وهو ضعيف. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.